تعرض الدول المغرب السابق رضا الرياحي لوعكة صحية جعلته يفقد القدرة على المشي بكيفية طبيعية، وحسب ما توصلت به صحيفة البطولة التي تناولت الخبر، فرضا الرياحي تعرض لجلطة في الدماغ إثر انسداد أحد الشرايين في الرأس، وهو ما جعله لم يعد يقوى على الوقوف أو المشي دون اللجوء إلى العكاز. وسبق لرضا الرياحي حمل قميص فريقه الأم الدفاع الحسني الجديد والرجاء الرياضي، بالإضافة إلى خوضه لتجربة احترافية بالخليج